حكم المباراة معلنة عن البداية، معلنة عن القمة في مباراة تاريخية، في مباراة جماهيرية. رأى ما جرى لهم في مباراة النفط النجف، الاعتماد على الكرات البعيدة والعرضية، وهنا كرة تسدد وتذهب إلى خارج أرضية الملعب مع مطالبات وقع رمضان هنا بوجه هذه الأوقات لمصلحة لاعبي الطلبة. تدخل وإبعاد يأتي هنا، محاولة تعود لمس مخلوف باعتبار آخر مرة تواجد فيها الدوري بشكل متوهج فريق الطلبة، يعني كأنه كان وصيف. تنقل هذه الكرة، محاولة لمصلحة كرر الرزاق، مرور ممتاز من محمد سعيد، نقلة في منطقة الجزاء، تدخل موجود والكرة من حمود مشعان تبعد في المركز الثاني، وبالتالي هذا الشيء يعتبر إيجابي بالنسبة للإدارة. رزاق ينقل كرة في منطقة الجزاء، رأسية حاضرة والكرة من محمود خليل مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة التي تذهب، تنقل الكرة في منطقة الجزاء، محاولة متابعة رأسية موجودة في منطقة الجزاء، مرتضى يهيئ وهنا التأخر، وبالتالي ثغرات في دفاع النفط، ثغرات وهنا خطأ لأحمد عبد الرضا، وهنا كاد أن يكلف هذا الخطأ هنا. ومحمد زامل على هذه الكرة، هل ينفذها مباشرة؟ يطمع في المرمى، ينقل كرة أو محاولة فرصة، ولكن إبعاد يأتي ومحمود خليل في الارتداد. محمد لمصلحة النفط، عملية البحث عن هدف مع عملية بحث عن محاولات فيها خطورة على المرمى. هنا التدخل يأتي وكرار الرزاق يحاول اللحاق بالكرة، كرار يحتوي هذه الكرة، ينقلها في منطقة الجزاء مباشرة، الرأسية موجودة من محمود تذهب إلى ركنية محمود خليل. هنا في هذا التدخل كان قد بعاد عن المرمى، والحماية من جانب لاعبي الطلبة، هنا كرة تنقل على المسار والقائم القريب وأرضية الملعب مرة أخرى. تنقل الكرة في منطقة الجزاء، محاولة رأسية، أوه، للمرة الثانية محمود خليل يهرب من رقابة، محاولة محمد جواد في هذا الضغط، في هذا الزيادة هنا، محاولة محمد جواد ينقل الكرة إلى الأمام، فرصة عملية المرور أكاتي، وهنا الكرة لا زالت تدخل وخطأ، خطأ يشير إليه حكم المباراة مع ورقة صفراء ربما على أكاتي نتيجة هذا التدخل. نعم ورقة صفراء. جميل أيضا يضاف إلى أهدافنا الجميلة في الدوري هذا الموسم، محمد زامل هنا هل يفعلها؟ وكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب، مرت على مرمى مصطفى طارق وغادر يسيطر على هذه الكرة، محاولات مستمرة ما بين الفريقين، كرة يقف عليها مشعان ينقلها إلى الأمام بظهر المدافعين، محاولة تنقل ولكن تدخل يأتي وكرار رزاق هنا يحاول إبعاد، لكن الكرة تطول وتخرج إلى خارج أرضية الملعب، وينتظر أي ثغرة في دفاعة الطلبة يسجل من خلالها، يؤمن بإمكانياته السيد باسم قاسم. كرة تنقل الآن، محاولة وخطأ من مصطفى طارق، ولكن يتدارك الموقف حارس المرمى، وهنا الكرة يسيطر. الواضح أمامك عدي شاب، عدي في هذه الكرة، عدي يبحث عن رفيق، ينقل الكرة مباشرة في منطقة الجزاء، محمود خليل إمكانية تسجيل، أوه مرة أخرى خليل يضيع الكرة للمرة الثالثة، مرتين بالرأس، وهذه المرة بفرصة محققة. على الأهم ربما في المباراة التي أضاعها محمود خليل، أحيانا المهاجم يمر بفترة. حمزة عدنان في انتظار الكرات العرضية من حمزة عدنان، تنقل في منطقة الجزاء لكن هنالك متابعة، رأسية كرار في هذه اللحظات، وعلي قاسم رزاق هنا في انتظار كرة عرضية، كرار بكراته العرضية ينقلها في منطقة الجزاء، رأسية محاولة من أمام المرمى، العنصر الحاسم العنصر الهداف يفتقد إليه مهدي في هذه اللحظات، علي رحيم والكرة العرضية كيف سترسل عليه، تقدم لاعبي النفط محاولة وهنا خطأ الآن ينفذ من جانب حمزة عدنان في منطقة الجزاء، والكرة تعلو المرمى وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، تعادل سلبي في هذه اللحظات. محاولة الآن تأتي لمصلحة الطلبة، فرصة هدف، علي خليل هل يفعلها علي، ولكن الكرة في أحضان حارس المرمى، أراد أن يضيف هدف آخر. سلبية، كرار محمد هنا ينفذ، ينقل الكرة باتجاه كرار رزاق، يباقث الجميع، كرار في انتهاء الفرصة تقول أوه ضاعت، ولو كان هنالك من يحسم هذه الكرات الهوائية لتقدم النفط. الكرة التي لعبت من كرار رزاق ارتقى إليها أوتارا، وهذا السيد باسم قاسم
والغياب يستمر للطلبة. تنقل كرار الساق، هذه المرة هل يفعلها النفط عن طريق هذه الكرة؟ محاولة قليل، هو رأسية حكمت لكنها خضعت لأحكام دوليفا. على سلام، لاحظون التدخل كان من محمد أوتار، عرق على من الخلف، نعم تستحق. لحظة، الكرة التي وقت إليها وليد كريم بتوقيته الذي لو وصلت إليه الكرة باعتقادي سيضعها. الركنية تنفذ، محاولة في منطقة الجزاء لكنها الكرة تعود. محاولة مرة أخرى، حمزة عدنان بهذه الكرة العرضية، تقدم يأتي لكرار وإبعاد هذه الكرة. الموجود محاولة لمصلحة لاعبي فريق النفط، هنا كرة رأسية، وليد هو القائم هنا يتدخل وكادت الكرة أن تكون في المرمى. تأتي، لاحظ هنا وليد كريم الذي وضع هذه الكرة بالرأس في القائم مباشرة. لاحظ الكرة التي ضاعت وإلى الأمام، هروب علي خليل، علي خليل يعمل مشاكل، نعم من الممكن علي، وضاعت من محمد جواد هذه المرة، ضاعت من محمد جواد هذه المرة. مباراة وليد يحافظ عليها إلى كرار في انتظار عرضيات كرار، ينقل كرة في منطقة الجزاء، رأسية موجودة، وهنا الاحتكاك والخطأ، يقول حكم المباراة خطأ لفراس. نقلة من علي رحيم طويلة، محاولة في منطقة الجزاء، وليد يتابع، محاولة، كرة تنقل بالخطأ، محمود فرصة، لا مجال سوى التغيير يا باسم قاسم، لا مجال سوى التغيير يا باسم قاسم. خليل الغير محظوظ، لا أعلم ماذا يجري لهذا اللاعب. وهنا المحاولة، محمود خليل هنا استعجل، سقط، سدد كرة ذهبت إلى خارج كرار. مفتاح لعب ممتاز أكاتي، ومحمود خليل على الجهة اليمنى يقف على الكرة في انتظار رزاق. محمود كرة تنقل الآن، علي رحيم ممتازة بعرض الملعب، فرصة جول، فرصة جول، فرصة جول، جول جول جول، والسيبريار ناتسانو البوركينابي في هذه اللحظات يراقص ويتلاعب بدفاعات الطحيم. لاحظ كرة خليل، علي رحيم دخل بالعمق أخرجها، لمسة أولى، في الثانية رقص موسى، وفي الثالثة وضعها في مرمى دولفان. الكرة تأتي الآن بهدف وزارة النفط، الفرق النفطية التي تتفوق في دورينا، تتواجد، تقدم مستويات طيبة. محاولة في منطقة الجزاء وتذهب إلى بر الأمان. وقاع يقول ركلة جزاء، وقاع يقول ركلة جزاء، وهنا ورقة صفر. هذه الكنان تنقل طويلة في منطقة الجزاء، مصطفى يغادر مرمى، هنا الكرة يسيطر عليها مصطفى طارق في هذه اللحظات مع ضغط من موسى عدنان. فراس فنجان، فراس وملص، نقلة طويلة في منطقة الجزاء، هنا تأتي الكرة من الخلف، يقدم إليها حمزة عدنان، يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حمزة عدنان سدد هذه الكرة، مرتضى ملص، فراس فنجان موجود، مرتضى هنا في انتظار عرضية، تنقل عرضية، موسى عدنان يرتقي ولكن الكرة تمر. محاولة ستيفن بافور، ستيفن انتظار كرة تلعب، وركنية، ركنية للطلبة في هذا المخلوف في الدوري، هنا كرة تلعب وإلى خارج أرضية الملعب، ركنية أخرى للطلبة في خطورة في هذه الدقائق مع عودة لاعبي النفط إلى مناطقهم، إلى التمركز، إلى حماية المرمى، إلى أن لا يكون هدف للطلبة. كرة تلعب الآن، محاولة تلعب، موسى عدنان ترتد، علي في هذه اللحظات، علي رحيم يخرج الكرة إلى سيبريار ناتسانو، سانو هنا المرور، فرصة الآن قتل المباراة، قد يكون هنالك هدف، قد يكون هنالك هدف، سيبيري هنا الكرة، وليد محاولة، ضاعت، طالت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت الكرة الأخيرة وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب. ضاعها وليد، لكان هنالك الهدف للنفط ثاني، ولكن ضاعت الكرة ومرت لبي. وهنا أيها السيدات والسادة، صافرة الحكم علاء سلام تعلن عن نهاية المواجهة بتفوق النفط على الطلبة بهدف مقابل لا شيء كان من إمضاء المحترف البوركينابي سيبيري أرناتسانا. مبروك للطلبة، ومبروك للنفط عفوا، هارد لك للطلبة، على أمل أن يعود.